مش هقدر اوقف حد وانا لسه ما عنديش اتهام واضح لي. عموما احمد من هولندا معايا. استاذ احمد، تركيا تطالب الملك سلمان بالكشف عن القتله وتحمل المسؤوليه، عليك ايه؟ السلام عليكم اخ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. والله اخ احمد احنا بنأسف على المسلمين اللي هم قابلين هؤلاء المجرمين على خدمه الحرمين الشريفين. دول يعني دي جريمه بشعه، جريمه يعني لا تمثل يعني دي اهانه لينا كمسلمين. هل هذه الدول هذه الدولة الإسلامية وحكماء المجرمين اللي هم دفعوا المليارات للدول الحكام مثلهم مجرمين مثلهم لقتل الشعوب ومحبسهم واعتقال وخطف وهم اللي سببوا الفوضى، هدول يعني دول مجرمين أخ أحمد؟ واليمن جاي يكلمني على اليمن بعد ما دمر اليمن ودمر شعب اليمن وانشر وانتشر فيها الكوليرا وشعب اليمن بيموت على البطيء كل يوم، ونسى سوريا نسى بشار الأسد اللي موت مليون واحد وهجر أكثر من سبعة مليون بني آدم بمات مصر والمجازر اللي فيها، والتاني جاي لنا من المانيا وعمال يعتقل الصحفيين والمحاميين وعمال يعتقل البشر ولا همه حاجه ولا جايب لي حاجه في شرم الشيخ، وشرم الشيخ كلها فاضيه على حسابه. هذول مجرمين مش حكام، هم اللي بيدعموهم، هم اللي بيسكتوا على جرمهم عشان هم صالح معاهم. اخ احمد اشكرك استاذ احمد على المداخله، اشكرك جدا ان تتيح فرصه للاخرين، شكرا ليك بندر.